ونامل أن تكون هموم الوطن والمواطن من أولوياتكم، وأن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتدفعون جهود التطوير والعطاء إلى أرفع المستويات. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يرحمه الله، من القيادات التاريخية المشهود لها بالعطاء والبذل على مدى 45 عاما من العمل الوطني في خدمة الوطن والمواطن، منذ أن شارك وهو في صبا إلى جانب والده الشيخ زايد في مرحلة التأسيس لبناء الوطن ومواكبة مسيرة التقدم في العالم. تعلم الشيخ خليفة في مدرسة الشيخ زايد أصول الحكم والقيادة، نهل من حكمة والده وحنكته السياسية الواسعة. فقد كان الشيخ زايد آل نهيان حريصا على اصطحاب نجله الأكبر في معظم نشاطاته وزياراته اليومية، وظل الشيخ خليفة ملازما لوالده في سعيه لإقامة سلطة الدولة. وكان الشيخ خليفة رحمه الله ساعد أبيه الأيمن ورفيقه في البناء، وكانت له تجربة واسعة مكنته من لعب أدوار مهمة على المسرح الإقليمي والعربي خلال سنوات حكمه. فقد كان عارفاً بمعادلات السياسة في الداخل والخارج وتفاعلاتها الصعبة، كان يراقب ويحلل قبل أن يقرر. تدرج في أروقة السلطة وأثبت قدرة كبيرة على إدارة شؤون الدولة ونأي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن النزاعات والاحتقانات السياسية. وقد كانت براعة الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه في إدارة الملفات الخارجية واضحة، فقد كان ملماً بتفاصيل وأوراق الإقليم، وعارفاً بخبايا ومطبات معادلات القوة والسلام. كان والده الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه مثاله في القيادة وقدوته في الحكم، فمضى على خطى والده بثقة وثبات على طريق تطوير دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح في عهده قوة عربية وإقليمية يحسب لها ألف حساب. خلال فترة حكمه شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية كبيرة، وشهدت نمواً اقتصادياً هائلاً مدفوعاً بثروتها من النفط والغاز، وأصبحت محطة استقطاب مالية وسياحية في الخليج والشرق الأوسط. وأنجز بهمة وكفاءة ودرجة عالية من المسؤولية الوطنية المهام التي أوكلت إليه في مختلف المناصب الرئيسية التي شغلها خلال مراحل بناء نهضة إمارة أبوظبي، ومن ثم دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 18 من سبتمبر من عام 1966، وعمره لم يتجاوز آنذاك 19 عاماً، شغل أول منصب رسمي له، وهو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها. كانت هذه التجربة محطة مهمة للشيخ خليفة، حيث أتيحت له خلال وجوده بمدينة العين فرصة واسعة للاحتكاك اليومي بالمواطنين والاطلاع على أحوالهم والتعرف على تطلعاتهم وآمالهم. وفي الأول من فبراير من عام 1969 عين وليا لعهد إمارة أبوظبي، وعمره حينها 21 عاما. وبعد يوم واحد تولى رئاسة دائرة الدفاع في إمارة أبوظبي، وكان من ضمن مهامه الإشراف على قوة دفاع الإمارة التي كانت نواة جيش الإمارات العربية المتحدة.
وفي الأول من يوليو من عام 1971 تولى الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله رئاسة أول مجلس وزراء لإمارة أبوظبي، إلى جانب تسلمه حقيبتي الدفاع والمالية. وبعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من عام 1971 وثم تشكيل الحكومة الاتحادية في الشهر ذاته من عام 1973 أسند إليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جانب مسؤولياته المحلية. وفي 20 من فبراير من عام 1974 وبعد إلغاء مجلس الوزراء المحلي أصبح الشيخ خليفة أول رئيس للمجلس التنفيذي الذي حل محل مجلس وزراء الإمارة. وفي عام 1976 أسس الشيخ خليفة جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة وأصبح رئيساً لها. وفي مايو من عام 1976 عين الشيخ خليفة نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد إدماج القوات المسلحة للإمارات السبع تحت قيادة واحدة وعلم واحد. وفي 2 من نوفمبر من عام 2004 توفي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو أول حاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد قيام الاتحاد في عام 1971. وبصفته ولياً لعهد إمارة أبوظبي فقد أصبح الشيخ خليفة حاكم الإمارة مباشرة بعد وفاة والده. وفي 3 من نوفمبر من عام 2004 انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ أن تولى مقاليد الحكم وضع الشيخ خليفة رفاهية المواطن وسعادته على رأس أولوياته. وقد عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده طريقها نحو نهضة تنموية تواكب متطلبات الألفية الجديدة من خلال توفير أرقى الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية. وأكد الشيخ خليفة على ضرورة إجراء تطويرات سياسية لا تقتصر فقط على طرق الحوكمة بل تشمل أيضاً إصلاحات مجتمعية ترفع من شأن الوطن والمواطن في كافة الميادين وتعزز الانتماء الوطني. بموازاة ذلك حرص الشيخ خليفة طيب الله ثراه على انتهاج سياسة خارجية نشطة تدعم مركز دولة الإمارات كعضو بارز وفعال إقليمياً وعربياً وعالمياً. وكان الشيخ خليفة من أشد المناصرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتلاحم بين قادته وللعمل العربي المشترك. وفي 1 من ديسمبر من عام 2005 أعلن الشيخ خليفة عن برنامج التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، وهو وصفة ذكية حملت بصمته وتقوم على فتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية للإماراتيين والإماراتيات بإعلان تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية
حتى يكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطن. وقد بدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضائه، وتم بالفعل إنجاز هذه المرحلة التاريخية بنجاح بإجراء انتخابات حرة مباشرة لنصف أعضاء المجلس في دورتين متتاليتين في عام 2006 وعام 2011 بمشاركة فاعلة للمرأة لأول مرة، أسفرت عن فوز مرشحة واحدة في كل دورة. وأكد الشيخ خليفة حرصه على تعزيز دور المجلس ودعمه للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دورة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى بما يتماشى ويراعي خصوصية عادات وتقاليد شعب الإمارات وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي. وقد شكلت هذه الخطوة قفزة مهمة إلى الأمام في مجال الحكم في دولة الإمارات. وكان الشيخ خليفة حريصاً على توظيف كامل القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والإحلال والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً والارتقاء بالخدمات فيها، والاستمرار في تطوير عمليات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تحكم سوق العمل، وربط سياسات التعليم والتدريب بسوق العمل وتعزيز التلاحم المجتمعي. كان لدى الشيخ خليفة حلم كبير، هو تحويل بلاده إلى دولة قوية تزن في معادلات المنطقة والإقليم. وفي ظرف قياسي نجح هذا القائد الفد في تحقيق هذه الرؤية. ورحل الشيخ خليفة رحمه الله مطمئنا على دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن أصبحت في عهده واحدة من أرقى دول المنطقة والعالم.